نحن في فريقنا في القطار لهذه لمنطقة نوتنغهام هناك بعض المستجدات، وهو أن الحادث تم الكشف الآن أنه وقع الساعة 4:10 صباحا، ونحن شهود عيان قال أن الشرطة طرقت بابه تبحث عن لقطات من الكاميرا الساعة 5 صباحا. شهود عيان اختلفوا في رواياتهم للإعلام البريطاني، البعض قال أنه شاهد الطيارة تدوس المارة الساعة في فجر اليوم، والبعض الآخر قال شاحنة. هل هناك شاحنة وسيارة أم أن الأمر مرتبط فقط بسيارة وشاحنة؟ هل من صدمتهم السيارة أو الشاحنة هم القتلى فعلا أم القتلى مرتبطين بحالات طعن في مناطق أخرى؟ غير واضح. إذن هناك عديد العلامات الاستفهام. طيب عدد الحوادث يا محمد، يعني هم حادثتان أو ثلاث؟ تقول الشرطة قالت حادث خطير أدى إلى مقتل 3 أشخاص واعتقال شخص، لكن روايات شهود عيان، وهذه عادة تقع ما يسمى بالروما أو بالشائعات هنا في المملكة المتحدة، عندما تقع هذه الأحداث تتعدد الروايات، لكن الأكيد أنه كانت هناك عملية دهس. هل هناك عملية دهس وطعن أم عملية دهس فقط وأن الطعن غير موجود؟ لا ندري. هل كانت مطاردة من طرف الشرطة لشخص ما بسيارته وقام بدهس المارة؟ لا ندري إلى حدود الساعة الأمر، لكن من الأكيد؟ طيب الأعداد يا فينيش، 3 قتلى وثلاث حالات إصابة، 3 جرحى وثلاثة جرحى إلى حدود الساعة، 3 قتلى وثلاثة جرحى ما تم الإعلان عنه إلى حدود الساعة. طيب أنت تقول في الساعة 4 فجرا تقريبا، أليس كذلك؟ الساعة نعم نعم يعني الساعة 4:10 بتوقيت المحلي، بتوقيت المملكة المتحدة، تمت بداية العملية يعني في الظلام في نوتنغهام يا محمد. نعم نعم في ساعات الليل الساعة 4 بالضبط. لكن عادة أحداث حوادث السير من هذا النوع تقع في نهاية الأسبوع، مثلا عندما نتحدث عن فجر يوم السبت بعد سكارى ويكند، لكن نتحدث عن اليوم في العطلات، يعني ايام عادي ليس بايام يوم عطله. هناك لا ندري ما هل شخص يعاني من مرض نفسي معين، هل هو عمل ارهابي، هل هو عمل اجرامي. الى حدود الساعه نتابع الاحداث وننتظر كيف ستصف الشرطه الامر، لكن بحسب شهود عيان قالوا أنهم لاحظوا شرطة مكافحة الإرهاب في المنطقة، وبالتالي هل الإرهاب مرتبط بإيديولوجية دينية إذا ما صح، أم مرتبط باليمين المتطرف، أم لا ندري لحدود الساعة. طيب عديد على هو تم اعتقال المشتبه فيه محمد، أليس كذلك؟ تم اعتقال، نعم تم اعتقال، بدأت عملية التحقيقات معه أو هو فقط معتقل يعني لم تبدأ بعد؟ الشرطة أعلنت أن اعتقلت شخص بعمر 31 عاما، لكن السؤال هنا هل لا تزال تبحث عن أشخاص آخرين؟ هل هناك كما يقول بعض شهود عيان سيارة وشاحنة؟ هل هناك سائقين؟ هل هناك عملية طعن؟ كثير الأسئلة لا تزال تراود وسائل الإعلام هنا في بريطانيا في انتظار تقرير الشرطة النهائي. طيب الأجواء ما زالت مغلقة، يعني الشوارع مغلقة، الكردون الأمني ما زال على حاله، عدد أفراد الأمن زاد أو لا يا محمد؟ هناك انتشار بحسب اللقطات الأولية من المنطقة منذ صباح اليوم، انتشار كبير من الشرطة، سواء شرطة مسلحة وشرطة مكافحة الإرهاب، كذلك بعد مواقع التواصل الاجتماعي من حين المكان تقول أن هناك انتشار حتى للجيش، انتشار للمروحيات. العملية فيها مراقبة أمنية صارمة، كذلك لاحظنا أن بعض القطارات كذلك تم إلغاؤها، لا ندري هل مرتبطة ب هذا الحادث أم أن الأمر تقني محض، عادة تلغى بعض الرحلات القطار في الأيام العادية، وبالتالي هناك السؤال العريض الآن الذي يبحث عنه الشارع البريطاني عن أسباب هذا الحادث المروع. وزيرة الداخلية البريطانية مضطرين لانتظار التحقيقات للأسف الشديد، لكن يا محمد أنه بيان الشرطة أشار إلى نقطة مهمة، هي أنه الحوادث تبدو مرتبطة ببعض، يعني الأمور ليست فرادة أو في أماكن متفرقة. نعم نعم نعم, نعم. هناك الارتباط، تمت الإشارة إلى أنهم مرتبطين، وكذلك تمت الإشارة إلى أنه حادث خطير. أوكي
وكبير، وصفين مرتبطين ببعض، خطير وكبير. وبالتالي كما قلنا سابقا في النشرات الماضية أن اتساع رقعة الإغلاق تعطي عديد علامات الاستفهام. نحن نعلم أن العالم أي عمل إجرامي يتم إغلاق منطقة محدودة عادية جدا يتم الدعم، لكن هذا الإغلاق المطوق لوسط مدينة نوتنغهام يطرح عديد علامات الاستفهام. وزيرة الداخلية عبد الله البريطانية نتحدث عن سولا فيبرمان غردت وقالت أنها تتابع الحادث مع الشرطة البريطانية وأن تضامنها ومشاعرها مع عائلات الضحايا. إذن هناك تأهب أمني في التعامل مع الحادث، هناك كذلك تتبع من وزارة الداخلية. طيب تلمست يا محمد أنه ممكن يكون هناك خشية ربما من تجدد حادث ما؟ يعني هل نستطيع أن نفهم أنه المدة الزمنية في مسألة الإغلاق، التكتم الشديد في سير التحقيقات، حتى ريشي سوناك هو يعني علق على الأمر وأنه على اتصال واطلاع دائم بتطورات الأحداث، حتى أنه يعني نصح الناس ربما أو وجههم إلى مسألة أن الشرطة يجب أن تأخذ وقت كافي قبل التصريح بأي شيء؟ هل نتلمس الخطر ما زال يلوح في الأفق؟ نعم عبد الله، نحن نتحدث عن حادث وقع الساعة 4:10. الشرطة تحدثت عنه تقريبا الساعة 8:15 صباحا، بمعنى كانت 4 ساعات للتحقيق. في الساعة 9:09 أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه واحد. وبالتالي هناك عديد الأمور أكيد في الكواليس أن الشرطة لا تريد نشرها للعموم مرحليا في إطار إجراءات التحقيق وفي إطار كذلك أصول للجنات إذا ما كان هناك أشخاص آخرين، وأكيد إذا ما كان الحوادث مرتبطة ببعضها لا يمكن أن يكون فيها شخص واحد. وبالتالي هناك شك بأن العملية مرتبطة بعديد الأشخاص. طيب محمد، الكاميرا منذ لحظات تحركت قليلا ربما وتبعنا جانبا من الطريق عليه أشلاء، طبعا الشرطة البريطانية موجودة يعني لكنها لم تتعامل مع هذه الأشلاء ربما بانتظار لجنة فحص معينة أو ربما في انتظار مرحلة من مراحل التحقيقات، لكن لم نتلمس أنه هل هذا الموقع هو موقع الحادث يعني أثناء عملية الدهس ربما أو عملية الطعن، بالتالي لا أحد يدخل أو يخرج من المكان، أم هو الكردون الأمني على كل عموم منطقة وسط مدينة نوتنغهام يا محمد؟ أولا عندما الشرطة تعاملت مع الحادث أو الحوادث نشرت صيغة أولية هو أنها تتعامل مع حادث كبير وليس حوادث، لكن كان في الوقت حادث كبير إشارة إلى أن هذا الحادث، والشرطة لم تقل حوادث قالت حادث، هذا معناه أن العملية الإجرامية هي لجهة واحدة وغير وليست لجهات متعددة، وإلا ستقول الشرطة أنها تتعامل مع حوادث كبيرة، قالت حادث كبير، وبالتالي يبقى الأمر مرتبط بعملية إجرامية واحدة قد يتصارع المشاركون فيها. المسألة شهود عيان اختلفوا في الوصف، مرأة قالت أنها رأت طيارة تدهس أشخاص مارة وأنها رأت شخص يطير في الهواء من سرعة السيارة، وقالت أنها كانت تأمل أن لا ترى هذا المشهد في حياتها. هذا التصريح منقول عن شاهدة عيان لقناة البي بي سي الإنجليزية. المسألة الثانية هو أنه كذلك هناك شهود عيان في مواقع التواصل الاجتماعي يقولون شاهدوا شاحنة، بين شاحنة وسيارة وبين معلومات الطعن كذلك يصبح هناك لبس في الصورة، من السهل جدا أن تقول الشرطة إلى أين وصل التحقيق مرحليا، لكنه الأكيد سيؤثر كذلك على عملية التحقيق للساعات المقبلة. وبالتالي الأكيد أن الشرطة لا تريد للجنات أن يعني يحصلون على معلومات مجانية من وسائل الإعلام وبالتالي يصعب الوصول إليهم. الأكيد أن الشرطة تحاول أن تعمل بطريقة هادئة وذكية للوصول إلى الجنات بشكل كامل، وهذا ما أشار له رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.